غضب في الشارع البريطاني على القيود الحكوميه الجديده الصارمه لاحتواء فيروس كورونا قيود فرضتها حكومه بورس جونسون الثلاثاء الماضي استهدفت مناطق شمال غربي البلاد للحد من انتشار الفيروس اثر تصاعد الاصابات في الاونه الاخيره خاصه بين فئه الشباب اجراءات خرج على اثرها المعارضون الى شوارع وسط العاصمه لندن حاملين لافتات كتب عليها شعارات تطالب بالحريه وترفض لبس الكمامات والتطعيم الاجباري وعبر المحتجون عن عدم ثقتهم في الحكومه ووسائل الاعلام ومنظمه الصحه العالميه مسيره احتجاجيه لم تخل من المواجهه مع قوات الشرطه التي اعتقلت عددا منهم اما في شمال شرقي البلاد فالقيود التي فرضتها الحكومه اكثر صرامه اذ فرضت حظر تجول يبدا من الساعه العاشره مساء وحتى الخامسه صباحا في الاماكن العامه وهذه المره الاولى التي يفرض فيها حظر على التجول وعلى التواصل الاجتماعي مع اي شخص خارج المنزل اجراءات اثارت ردود فعل متباينه بين مؤيد ومعارض اعتقد انها فكره جيده لان الناس في بعض الاحيان لا ياخذون خطوره فيروس كورونا على محمل الجد لقد انتقلت للتو من لندن واعرف بالضبط كيف اثر الفيروس على الناس هناك اعتقد ان الاجراء صحيح تماما في الواقع لانه يجب السيطره على الفيروس واذا لم يتم التحكم فيه فسوف يتصاعد منذ تفشي الفيروس في البلاد لاقت اجراءات الحكومه انتقادات حاده بسبب ما يراه كثيرون تخبطا في تعاملها مع كورونا كما يرى آخرون أن هذه القيود لم تكن فعالة بل على العكس من ذلك ارتفاع في عدد الإصابات والوفيات اتصدرت المملكة المتحدة الدول الأوروبية بتسجيلها أعلى حصيلة وفيات بأكثر من 41 ألف حالة وتدرس حكومة بوريس جونسون إعادة فرض بعض قيود الإغلاق في جميع أنحاء البلاد مع ارتفاع حالات الإصابات إلى أعلى مستوى لها منذ مايو الماضي